مرحبا ملك، مرحبا شيف، كيفنا اليوم؟ الحمد لله. شوف شو محضرنا اليوم بالحلقة الخاصة للسبيشال انجريدينتس. اليوم عنا على الجريب فروت اللي هو من الحمضيات اكيد. الجريب فروت كان يعتبر سوبر فود كمان فترة من الفترات، خاصة في انقاص الوزن، لانه بيساعد يخسس بنفس الوقت جهاز الهضمي، فعنده كثير فوائد حنحكي عنهم اكيد خلال الحلقة. حنعمل اليوم تارت بالجريب فروت، عصير الجريب فروت والبردقان. حنعمل مع السالمون حنعملها بوشت يعني مسلوقه بمي حرارتها تحت ال 100 درجه، يعني ما وصلت ال 100 درجه ما عم تغلي، بس بيكون محضرين المي فيها فليفرز. وبعدين حنعمل سلطه مع الجريب فروت. حنبلش اول شيء بالتارت لانه بدنا نخبز العجينه اكيد. حناخذ المشين، فحناخذ طحين. هيدي العجينه تعولت التارت العاديه، ايه فيها تكون مثل بات بريزي